اليوم سنتعلم كيف نعمل تصميم مثل هذا خاص بصفحة الانستغرام باستخدام تطبيق بيكسارت. نفتح تطبيق بيكسارت ونختار خلفية بيضاء. نختار الأدوات ونختار اختصاص ونختار بورتريت يعني صورة فنية، ونضغط على إضافة صورة ونضيف هذه الصورة مرتين. هذه الصورة مأخوذة من حساب الانستغرام. سأقوم بقص الجزء العلوي بهذه الطريقة وأضعها في الأعلى، وأقوم باقتصاص الصورة الثانية من الأسفل وأضعها في الجزء السفلي في هذا المكان، وأقوم بإضافة صورة جديدة. سأضيف هذه الصورة، سأضعها لكم في وصف الفيديو، وسأختار الصورة الخاصة بالإنستغرام وأحاول أن أضعها داخل هذا الإطار. بعد ذلك أضغط على الصورة التي في الخلف لكي تظهر بهذا الشكل، وستكون هذه النتيجة. وتستطيع أيضا أن تغير من الخلفية الألوان التي تحبها. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تعمل إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.